إذن هذه اللقطات اللي حصلنا عليها قبل دخول حمزة إلى قفص النزال أو قفص الفايت، وكان تدريب قوي جدا حمزة، شفنا كأنك أنت تصارع المدرب. لا هي نفس تكون تسخين هاي مرحلة التسخين. نعم هي لازم تسخين شوي قوي تكون قبل الفايت، لأن الفايت ما بتكون الفايت ما بيكون تدريجي، شوي كل مرة واحدة قلبك بيطق بالقوة، يعني كل شيء بيكون سريع فل. فإذا ما كنت مسخن نفسك بيصير ثقيل وجسمك بيصير ثقيل، هم ما بتقدر تلعب عادل، نفسك بيصير ثقيل وبتصيدك إصابات. وأنا هاي شيء تعلمته يعني من غلط سويته في فايت قبلي، أنا ما كنت داش مسخن، ما كنت راضي أسخن، كنت وايد متوتر ودشيت نفسي ثقيل وما قدرت ألعب عادل. وهي التدريبات بعد نفس الوقت إنه مر على عبر التكنيك والنقاط الضعف اللي بمر فيها، نفس بيكون فوقي شلون أطلع، إذا مسكني مسكة سبمشن شلون أطلع، الأشي اللي بحتاج وأسويهم في الفايت. فهي كانت كلها يعني نفس بس مراجعة وتسخين، مراجعة تسخين ستريتش، بس هاي اللي كانت نفس ترخية العضل. إيش رأيك كابتن فيصل في التسخين اللي يسبق الدخول النزال؟ نعم رايح تنزل طيار قلبك بس جسمك ساخن، فتدخل جسمك متعود على الحركات الاجريسيف اللي بتصير في الفايت، فمستعد، الاصابات بتصير اقل، النفس مالك متعدل، فانت بس في جو الفايت والتكنيكات اللي يسوي. نعم ذاكره عضليه يذكر عضلاته اذا في مرحله خطره او شيء، شلون اشرد، شلون اهجم، نقاط ضعفه بتكون كلها هي ذاكره عضليه مع التسخين، يعني معادلتين شيء مع بعض. نعم خلنا ناخذ اتصال، واعتقد راح يكون يمكن الاتصال الاخير في هذه الحلقه اللي نحتفل فيها بفوز حمزه الكوهجي في نزاله مع البطل الاردني غالب الحراحشه في بطوله ديزرت فورس، ليكون اول بحريني يحقق فوزين متتاليين في هذه البطوله المتخصصه في الفنون القتاليه المختلطه. معي محمد الكوهجي ايضا شقيق حمزه، مساء الخير. ألف مبروك فوز ولدكم أو أخوكم وابن العائلة حمزة الكوهجي، ما هو شعورك أخوي محمد؟ والله شعوري شعور أخو حمزة العود، يعني الناس كانوا تدعي له بالفوز، وإحنا يعني كأمه وأبوه يعني ما يهمنا الفوز، نفس ما يهمنا ان نشوف اخونا او ولدنا ان ما ينصاب في هالنزال. ولكن حمزه يعني من لين صغير انا كنت اوديه وياي، يعني من لين بدات لعبه الجوجوتسو في البحرين، وكان هو صغير وكان انت اشوف فيه يعني انه في مستقبل وحط فيه امل. واسلم على اخوي فيصل، هو صديق قديم وانا اعتبره من المقاتلين القدامى، واظن يتذكر حمزه لكن تجيبه كان صغير ويشوف شلون فتره، وما شاء الله كبر وصار اسد. يعني انا الثلاث فايتات اللي شفتها حق حمزه كلها في قراره نفسي انه ما اشوف الفايت، خايف عليه. لا هو مهما يكبر يتم اخوي الصغير، صحيح، وقلبي عليه، صحيح. بس من كثر المحاطه فاضطر اشوف الفايت، حتى الفايت اللي صار في البحرين ان الشباب رافعين يلا نروح، فيعني نفس ما يقولون ان وياهم بس. واسلوب حمزه في الثلاث فايتات انا عرفت يتعب خصمه، ذكي وايد، يلعب بمخه، دائما اللاعبين اللي يلعبون في مخهم دلين يطولون اكثر في اللعب، يعطون اكثر من اللي يعتمد على قوته. صحيح. الان شنو شعور الوالد الوالده؟ انا عارف انه في فتره من الفترات كانوا شوي خايفين او نوعا ما معارضين دخول حمزه في لعبه يمكن تكون نوعا ما خطره اذا الواحد ما اخذ احتياطه، فالان شنو شعورهم وولدهم بطل بحريني ويعد الاول بطل بحريني في هذه اللعبه؟ طبعا لذة الفوز لذتين. نعم. ليش؟
لما يكون الواحد خسران سواء كان مباراة أو أي شيء زين، وتشوف مثلا هو من خسارة يحقق فوز ساحق، يكون لذة الفوز لذتين من خسارة إلى فوز. فكان الفرحة يعني الوالد والوالدة نفس ما يقولون أول أيام كانوا معترضين الشدة، بعدين اللي تعودوا على الشدة الحين هم يعني نفس يشجعونا بس نفس بعد خايفين عليه نفس الوقت. أكيد بس فرحانين في وايد بعد. أكيد يستاهل بطل. أتمنى نعم. تفضل قول تمنياتك تفضل. أتمنى للأفضل والأفضل، وأشكر سمو شيخ خالد ما قصر وياه وهو سبب لوصوله لهالدرجة من المستوى، وأتمنى أشوفه أحسن وأحسن بإذن الله. شكرا لك، شكرا على اتصالك، ألف مبروك، تهنئتنا لك وللعائلة الكريمة. عموما مشاهدينا تقريبا وصلنا إلى الختام، أحب أشكر ضيوفي اليوم اللي شاركونا كلنا فرحتنا ببطلنا البحريني حمزة الكوهجي المقاتل المحترف في فريق خالد بن حمد للفنون القتالية المختلطة، والذي حقق إنجاز تاريخي رياضي بحريني كبير من خلال تفوقه في النزال في بطولة ديزرت فورس. كلمة أخيرة حمزة تحب تقولها بهذه المناسبة، وإحنا أيضاً بس قبل خليك تتكلم وأقول لك أن إحنا كلنا فخورين فيك. تفضل. ما تقصر. أنا أحب أشكر يعني أشكر وايد أوادم، أولهم أحب أشكر سمو الشيخ خالد وسمو الشيخ ناصر وجلالة الملك طبعاً على دعمهم، وأحب أشكر الشيخ خالد على أنه يالي المباراة، وأحب أشكر الجمهور البحريني على وقفاتهم، وأحب أشكر كل رابعي مدربيني اللي ساعدوني في الفايت، وأحب أشكر الجمهور البحريني اللي طالعوا الفايت ويدعوا لي واللي كتبوا لي قبل الفايت وكلهم كتبوا لي عقب الفايت، وأشجع الشباب البحرينيين على دخول هاللعبة لأن مستقبلها وايد قوي، وهي أكثر لعبة أسرع لعبة قاعدة تتطور في العالم، توها بادية من يعني أقل من 15 سنة أو 15 سنة، وشفنا التطور لوين وصل غير أن ألعاب الرياضات الباقي كلها عن 200 سنة وهي شفناها لوين وصلت، وهي أكثر لعبة يبي لها لياقة وتزيد ثقة الشباب بنفسهم، فشجع الشباب يعني يدشونها وإن شاء الله يعني نشوف مستويات أحسن في البطولة بإذن الله. وأنت متحدث جيد ما شاء الله عليك، عافية عليك يعني أنا طلع عليك زين. طيب خلينا نشوف فرحة الفوز يا حمزة، وعقب ناخذ آراء الجماعة كلها بانتصار حمزة. خلينا نشوف هذه الفرحة، هذه اللقطات السريعة، ونعود إليكم مشاهدين.
مشاهدينا وصلنا تقريبا إلى ختام هذه الحلقة، وراح أخذ فقط آراء الضيوف حول مستقبل الفنون القتالية المختلطة في البحرين. كابتن، in less than one minute please tell me how do you see the future of MMA in Bahrain. In less than one minute, sir. And when I came here, I was very surprised how Sheikh Khalid support MMA here, and really I see big future if everything will be like this. I know Sheikh Khalid want to do more for MMA, but if he will not do this more, just this what he do now, it's enough to develop, to do a lot of shows. It's and what I see, this is very important for Shabab, no? Shabab, the young generation, young generation. Because it's motivation. They see how Hamza win, all media, everything, how people like him. It's motivation, and the kids, everybody sees this, and they say, hey, I want to be like Hamza, I want to be famous, I want to feel this. They go to the gym. This is most important, I think. True. Thank you very much, sir. Thank you very much. كابتن فيصل، مستقبل هذه اللعبة في أقل من دقيقة لو سمحت. والله شو أقول لك عم صراحة، يعني شيخ خالد تبنى لعبة الأمامية، يعني هو الأب الروحي خلاص. نعم. يعني ما في كلام يعبر صحيح. الفرحة حق كل لعبة أمامية في البحرين، أو كل شاب يطمح يصير لعبة أمامية، يعني ما في كلمة تعبر عن هالشيء بصراحة. نعم. عيسى رشيد أيضا، يعني توقعاتك لهذه اللعبة، لعبة الفنون القتالية المختلطة في البحرين. أول شيء طبعا أحب أتوجه بالشكر حق صاحب سمو الشيخ خالد محمد على تبنيه حق هاللعبة، وإن شاء الله يعني لها بيكون لها مستقبل باهر في العالم العربي وفي العالم كله إن شاء الله، وهي فاتحة خير حق باقي الرياضات إن شاء الله. يعني الشيخ خالد عنده فريق حق المويتاي وفريق حق الأمامية الحين، وإن شاء الله يتكون فريق حق الجوجيتسو، فريق حق الرسلينج، فريق حق البوكسينج، هذه تكون فاتحة خير حق كل الرياضات اللي لها دخل في الأمامية، المكس مارشال ارتس، كل انواع المارشال ارتس. فان شاء الله يعني نجيب مراكز في كل الالعاب، يعني ليش بس الامامي والمونتاي. خلينا نقول انت ايضا لاعب ولاعب متميز ايضا هسه، ان شاء الله يعني الله يوفقنا ويعطينا يعني ان نمثل البحرين ان شاء الله في البطولات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله الله يوفقك يا عيسى، والله يوفق الجميع. ايضا في الاخير ختام لتحيه، في الختام تحيه لبطلنا الكبير حمزه الكوهجي، يستاهل كل خير، وشكرا ان انت رفعت راسنا كبحرينيين في بطوله ديزرت فورس، يعطيك الف عافيه. احنا قلنا كلمة بيننا، بالمصطلح بيننا شو نقول احنا كنا في السفره؟ ها؟ واتس ذا ورك؟ كنا نقول كلمه في السفر. دمره. شيء؟ دمره. يس. اوكي. شكرا مشاهدينا الاعزاء على متابعتكم لهذه الحلقه الخاصه بفوز البطل البحريني المحترف حمزه الكوهجي باللقب الثاني له، او بالفوز الثاني له في بطوله ديزرت فورس. شكرا لمتابعتكم، دمره. مع السلامه. قولها في الاخير. دمره. دمره. اوكي. شكرا لمتابعتكم، مع السلامه، في امان الله.